شهدت مدارس الفتيات في السعودية مؤخرا حالات من الشغب والعنف الجسدي واللفظي فيما بين الطالبات ومعلماتهن. هذا العنف أرجعه اختصاصيون إلى اتساع دائرة الفتيات المسترجلات وفتيات الإمو بين السعوديات، وهو ما يفسر لباس البعض منهن الاكسسوارات التي ترمز العنف مثل الهياكل العظمية والأساور الجلدية الغريبة وقصات الشعر الذكورية. طبعا الإمو هي حالة تتلبس المرأة التي تشعر بأنها لديها غضب اجتماعي، عندما تريد أن ترتاح نفسيا ممكن تجرح في نفسها. ممكن في ناس يقول لك أنها يشبهون عبادة الشيطان، هي شوية تختلف في اختلاف بينهم. عموما خلونا نشوف هذا التقرير ثم نعود للنقاش. العنف بنسخته الناعمة يغزو المدارس السعودية بعد رصد عدة حالات ضرب واعتداء من قبل طالبات ضد معلماتهن أو ضد زميلاتهن، في ظل غياب دراسات ترصد هذا المتغير الاجتماعي والذي يغلفه كالعادة غشاء الخصوصية الذي يصبغ معظم قضايا المرأة. العنف طالع من الأسرة ومن البيئة، لأنه موجود أساسا في المدارس. حتى بتلاقينا لما بنطلب الأم بنقول لها تعالي، في بنتك عندها أغلاط أخلاقية وأغلاط في أسلوبها وفي كل، فتجي تفاجئي إنه نفس البنت بتضرب أمها قدام المعلمات والمديرة وبتجرها من عبايتها أو من، تقول لها ليه جيتي؟ أنا قلت لك لا تيجي. أنا كإدارية في مدرسة عندي العنف يوميا، ووزارة التربية والتعليم يعني بتصدر تعليمات ما بتساعدنا على القضاء على العنف. العنف موجود في الأسرة ما بين الآباء والأمهات، وده بينعكس على البنات. من خلال استطلاع أجريناه وشمل عينة عشوائية من مختلف الأعمار كلهن من النساء، جاءت معظم الآراء مؤيدة لوجود عنف في المدارس، وأرجعت المشاركات في الاستطلاع أسباب هذا العنف إلى عامل الغيرة وانتشار ظاهرة الإعجاب بين الفتيات وظهور ما يعرف بالبويات أو المسترجلات، التي فضلن تقمص دور الرجل المقدر اجتماعيا بشكل أكبر من الفتاة، لتكون الخشونة عنوانا لثورة يمارسنها ضد هذا التمييز الاجتماعي. العنف في المدارس أصبح يعني مرة منتشر، عشان دحين ظاهرة جديدة الإعجاب انتشرت كثير في المدارس، فبعضهم صار يتضاربوا بشكل مرة عنف، حتى بعضهم يوصل للمستشفيات يعني بنات يروحوا. موجود هو العنف بين المراهقات بشكل عام، بس مخصص أنا بنظر يعني من جهة الغيرة، إن واحدة غيرانة من ثانية عن طريق مثلا ممكن تكون ممتازة في المدرسة، غير من أي من كل النواحي عندي. بسبب الكبت اللي إحنا عايشين فيه، إنه ما في أماكن ممكن الفتيات يدوروها. يعني أنت لما تيجي تشوف المجتمعات النسائية عندنا في السعودية، ما في غير المدرسة أو الأفراح، عارفة كيف؟ فما في مثلا أندية، نشاطات، دورات، ممكن نقول خذ برامج تطوعية للبنات عشان يقدروا ينفسوا فيها عن هذا. ففي الغالب هذه أنا بشوفها بتكون كردات فعل طبيعية للكفت اللي بيكون داخلهم. عندنا العنف كثير في الأهل، يكون الأب بيعنف دائما بنته، بيضربها ماذا، والأم كذلك، فتيجي تأديها إيش البنت، تفرغ الشحنة اللي عندها تفرغها في المدرسة. أيوة طبعا في عنف، الأسباب إنه مثلا واحدة تحب واحدة، بس واحدة طالع فيها، وليش تطالع في حبيبتي وانه ما طالع فيها ودي حبيبتي انا وزي كده. يرى كثير من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين أن الفتاة تلجأ للعنف كرد على عنف يمارس ضدها في المنزل أو للفت الأنظار إليها، وخاصة عندما تعاني من فقدان التواصل معها. لكن آخرين يقرؤون هذا المتغير الاجتماعي في سياق أكبر يشمل المجتمع السعودي بشكل عام، الذي ظل لسنوات عدة خاضعا لسلطة الرأي الواحد قبل أن تفتح عليه أبواب السماوات على مصراعيها من خلال القنوات الفضائية والإنترنت، والتي ساهمت في خلق وعي وإدراك الجيل الجديد من الشبان والفتيات. وبعض الفتيات لديهم يعني ميول لاستخدام أساليب عنيفة أو استخدام بعض الأساليب اللي فيها نوع من الغلظة. الشيء الآخر اللي هو وجود قلق أو وجود نوع من الغضب، تعرض الفتاة إلى الغضب أو نوع من القلق بيؤدي إلى أنها تكون أكثر ميول لاستخدام أساليب العنف، سواء عنف لفظي، عنف جسدي أو أنواع أخرى من العنف. إن كان عنف النواعم لا يرتقي لأن يصبح ظاهرة اجتماعية، إلا أن البعض يرى فيه دليلا على وجود خلل في طريقة التعاطي مع قضايا المرأة بشكل عام وقضايا المراهقات بشكل خاص، واللواتي لا يجدن ردا مناسبا للعنف الممارس ضدهن سوى العنف. عزام الخديدي، روتانا خليجية، جدة.
شكرا لزميلي عزام على هذا التقرير. طبعا يعني هذا الموضوع يعني من فترة الحقيقة نبغى نناقشه، ولكن كنا نريد أن نتأكد أنه فعلا الموضوع حقيقي وفعلا حقيقي للأسف، وهذا ليس حكر على المملكة العربية السعودية، هو موجود في كل أنحاء العالم، في العالم العربي، في كل دول العالم مهما كبرت ومهما صغرت، ولكن ربما المسببات تختلف من بلد لبلد، ربما يكون هناك ردة فعل معينة لا نعلم. لمناقشة هذه القضية معنا في استديوهاتنا في جدة رئيس أول لجنة حماية اجتماعية في السعودية والمستشار الاجتماعي الأستاذ إحسان طيب، وأيضا معي على الهاتف الكاتبة السعودية أمل زاهد. وبما أن بما أن القضية مرتبطة بالمرأة، ولأن المرأة دائم أولا، لابد أن نبدأ مع الأستاذ أمل. أهلا وسهلا بك. راح نفتت القضية شوي. أول شيء، ماذا يحدث في المدارس السعودية فعلا؟ هل هي ظاهرة جديدة أم هي قديمة؟ وأيضا أسأل عن موضوع العنف. هناك تعميم من وزارة التربية والتعليم يلزم مديرة المدرسة بعدم الخصم من درجات سلوك الطالبات إلا بعد الرجوع للإدارة المركزية في الوزارة. هل ترين أن مثل هذه القرارات أسهمت في انتشار العنف والعدوانية داخل مدارس الفتيات، خصوصا مع تدني هيبة المعلمات يعني في الفترة الحالية على اعتبار هذا التعميم وأيضا قرار إلغاء الضرب؟ مساء الخير استاذ علي. مساء النور. اهلا وسهلا. وانا سعيده بالمشاركه معكم في هذا البرنامج. اهلا وسهلا. حقيقه لم اسمع عن التعميم، ممكن تعيد لي التعميم ثانيه؟ لا، التعميم هو من وزاره التربيه والتعليم يلزم مديره المدرسه بعدم الخصم من درجات سلوك الطالبات الا بعد الرجوع للاداره المركزيه في الوزاره. نعم. طبعا بالتأكيد يعني هذا التعميم يحد من العنف. أنا أعتقد أنه في هناك وجود كبير للعنف، وظاهرة العنف عند الفتيات بالذات أعتقد أنها يصنف من تحت العنف المضاد، لأنها في مجتمعاتنا السلطوية الأبوية التي تقمع الفردية ولا يوجد فيها حوار ولا يوجد فيها فتح قنوات للتواصل ما بين مراكز السلطة سواء في الأسرة أو في المدرسة، هذا يخلق نوع من الإحباط وعدم القدرة على التعايش مع كثير من الأشياء، فمن ما يؤدي إلى أن ينفرز هذا على شكل العنف. بالإضافة طبعا إلى أن العنف الذي يمارس على مثلا البنت في البيت ينفس عنه في المدرسة، أو العنف الذي يمارس في المدرسة من المعلمة، وعدم وجود ثقافة أيضا الحقوق والواجبات التي يجب على الطالبة أن تعرف حقوقها وواجباتها، قمع الحرية، قمع حرية الرأي، كل هذا ينعكس داخليا ويؤدي إلى أن يشعر الإنسان بإحباط كبير وينفجر على شكل نوبات العنف هذه. نعم. طيب يعني أيضا أريد أن أسألك عن موضوع ظاهرة الفتيات المسترجلات، الإعجاب بين الفتيات، يعني الشذوذ اللي موجودة، يعني أيضا ما هي المسببات؟ هل هي مسببات تشبه مسببات موجودة في دول أخرى، أم لدينا أسباب نحن مختلفة؟ لا أعتقد أن السبب الرئيسي في المجتمع السعودي هو قضية الفصل بين الجنسين. الفصل يعني الذي لم يكن له سابقة حتى في مجتمعنا، يعني في مجتمعاتنا كانت المرأة في المجتمعات الطبيعية المرأة إلى جانب الرجل تزرع وفي الحقول، الفصل الأخير ما بين الجنسين أدى، يعني حتى معروف في الدراسات الاجتماعية أن المجتمعات التي تفصل بين الجنسين يكثر فيها الشذوذ الجنسي، وتجد ذلك مثلا في السجون، في الإصلاحيات، في المؤسسات. أيوة، لكن أستاذ أمل أيضا في دول يعني ما يوجد فيها أي فصل موجود الشذوذ. نعم، هذا ما يحاجج به الكثيرون، لأنه هي ظاهرة الشذوذ ظاهرة موجودة منذ قديم الأزل، يعني ليست ظاهرة جديدة، ولكن أنا لا أزعم أن فقط يعني ترتبط بمجتمعات الفصل، ولكن الفصل هو أحد أكبر أسباب تنميتها وتغذيتها، ولكنها موجودة في كل المجتمعات لأسباب كثيرة. يعني في المجتمعات الغربية أنا أعتقد أنه عند الجنس مشاع إلى حد كبير، يعني العقلية تلجأ إلى أنها تريد إثارة فتتجه إلى أشياء شاذة، ولكن في مجتمعنا بالذات في المجتمع السعودي القضية الأساسية في موضوع العلاقات الشاذة هي موضوع الفصل بين الجنسين، ولو لم يكن هذا الفصل لرأيت علاقات سوية يعني.